على غير لعبه سريعه مع جوال زادي اكرم مجدوب اتجاه حسن الزرايبي. حسن الزرايبي ما فيهاش تسلل غير لعبه طويله كونترول يحافظ عليها السرعه. ضربه جزاء ضربه جزاء ضربه جزاء لصالح النادي ديال قونيطري. صفات الحكم محمد بن سعيد في مواجهه عمر بويسي. محمد بن سعيد بن سعيد اولى اهداف المقابله عن طريق محمد بن سعيد. محمد بن سعيد كيف تتح النتيجه تسجيل لصالح النادي الرياضي قونيطره كيتقدم بهدف دون مقابل على حساب وداد تمارا على بعد دقيقه من نهايه الشوط الاول. ضربه جزاء اصطاد حسن الزرابي بامتياز وبن سعيد ما كيتردش كامل عند الخطا ولكن بالطبع كيتدخل كان ممكن تكون خطا على ممتاز كان مباراة ديال 6 نقاط الحمد لله استطعنا بالعزيمة ديال الرجال لا لاعبين لا اوطار لا مسيرين الحمد لله. دابا غنبداو لالي ديالنا بحال ما كاين والو واخا كان واحد التعثرات. دابا الحمد لله الفرقة شدت الطريق مع الاطار الوطني الجديد مجدوب مع السي برواص. نتمناو المدينة كاملة تعاوننا الجمهور والمنتخبين وكاع الناس اللي كيعاونوا الفرقة ديما يرجعوا يعاونوا الفرقة. هادي هي الوقيتة الحمد لله حنا غاديين في الطريق مزيانة نتمناو الفرقة تكمل بحال هكا. سمعنا كاين هشام العروي غادي يلتحق بالنادي، واش كاين في المفكرة ديالكم شي لاعبين جداد اللي غيعزوا الفريق؟ الحمد لله دابا هشام العروي اوفيسيال راه معنا. كاين محادثات مع لاعبين اخرين في بعض المراكز اللي فيهم خصاص نحاولوا نمشيو بوست بار بوست. دابا الحمد لله الميركاتو يبدا غدا ان شاء الله. نتمناو اللاعبين اللي غادي يجيو يعاونونا يعطيونا الإضافة. وكنشكروا كاع اللاعبين اللي لعبوا معنا من ديبارت العام كانوا رجال كانوا الحمد لله معنا رجال وكنتمناو مره اخرى الدعم ديال الجماهير والدعم ديال كاع الفئات المنتخبه والسلطات وجميع المتدخلين في نادي الرياضه قنيطره. الحمد لله المقابله ما كانتش سهله وجد عليها السمانه كامله. عرفنا نقاط الضعف ديال الخصم الحمد لله داكشي اللي تحتنا في الرمير النقاط تغنى عليهم لعبنا لهم مورا الظهر جاب بيلانتي الحمد لله. كيشوف الجميع دافعنا على الحظوظ ديالنا ومازال نادي القنيطره غيكون كلمه ديالو في باقي الدورات ان شاء الله. التوقف غادي يفيدنا بزاف وخلينا نوجدوا وغادي يخلينا نتقواو اكثر ان شاء الله. نطلبوا نحققوا المطالب ديال الجماهير القنيطريه بالصحه. اكيد نادي القنيطره غيتعزز في هذا الميركاتو الشتوي خاصه بقدوم هشام العربي ونشوفوا مازال عاطي عاطي. اكيد غتكون شي بصمه جديده في كما كنبقى من البطوله. ان شاء الله ونتمناو ايضا من السلطات انها تسمح للجمهور ديالنا باش يدخل يعاوننا واللعابه اللي غيجيبوا المكسب ان شاء الله غيعاونونا في الدوزيام تور وان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا.